ألغام الحوثيين الأرضية تواصل حصد أرواح المدنيين، كيف يمكن وضع حد لهذه الجريمة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمنيين؟ وكيف يمكن تكثيف جهود نزع الألغام ورفع مستوى الوعي في مناطق انتشارها؟ أهلا بكم. بلا خرائط وبطرق عشوائية يزرع الحوثيون مئات الآلاف من الألغام في الطرق والمزارع والآبار. تواصل الميليشيا انتهاك القوانين والأعراف أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دون أن تتخذ الأخيرة أي ضغوطات أو عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتزايد عدد ضحاياها كل يوم. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها إن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة منذ منتصف عام 2017 أسفرت عن مقتل وجرح مئات المدنيين. وقالت المنظمة إن الألغام الأرضية منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات المحلية المحتاجة على طول الساحل الغربي، كما أنها تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في كامل أنحاء البلاد. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات. فهل ستكون هناك جهود حقيقية دولية وحكومية لإنقاذ مئات الأبرياء وإنهاء خطر الألغام؟ لا تزال الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرقات وبين الحقول وفي الصحاري والمباني القديمة تحصد أرواح المدنيين وتعيق وصول منظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المجتمعات النائية التي تعاني الفقر والجوع والأمراض. منذ منتصف العام 2017 وفاتورة الألغام المفتوحة توزع المدنيين بين قتلى وجرحى بإعاقات وتشوهات مستدامة. بلا خرائط وبشكل عشوائي تخبئ الميليشيا الموت للمدنيين في تعد واضح وانتهاك للقانون اليمني واتفاقية حظر الألغام الدولية لعام 1997. في تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش عن ألغام الحوثيين الأرضية التي تقتل المدنيين وتمنع وصول المساعدات، دعت المنظمة الحوثيين إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة المحظورة، كما دعت فريق الخبراء الأممي إلى إجراء تحقيق في استخدام الحوثيين للألغام الأرضية التي قد ترقى إلى جرائم حرب. استخدمت ميليشيا الحوثي الألغام الأرضية بشكل عشوائي في 6 محافظات اجتاحتها منذ بدء الحرب. تصدرت الحديدة قائمة عدد ضحايا من الجرحى والقتلى، وجاءت على التوالي تعز والضالع والبيضاء ثم الجوف. القائمة بأعمال مديرة برنامج طوارئ في هيومن رايتس ووتش قالت إن الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون لم تقتل وتشوه العديد من المدنيين فحسب، بل منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وجلب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. منعت الألغام أيضاً منظمات الإغاثة من جلب الغذاء والرعاية الصحية للمدنيين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمرض بشكل متزايد. في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018 قتلت الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق 140 مدنياً على الأقل، بينهم 19 طفلاً، ومنعت السكان من الوصول إلى المزارع والآبار والمنازل. المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام قال إن الجيش اليمني أزال 300 ألف لغم في جميع أنحاء البلاد بين 2016 و2018. إحصائيات مخيفة للألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيا بشكل عشوائي وتحصد أرواح المدنيين. في ظل إمكانيات متواضعة لعمليات نزع الألغام وأدوار ضعيفة للمنظمات الدولية في التوعية وممارسة الضغط على الميليشيا لتوقف هذا العبث الذي يهدد مستقبل المدنيين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيسة شبكة بلقيس رايتس الأستاذة هناء صالح. أهلا بك يا أستاذة هناء. أهلا مسيح، حياكم الله. أستاذ هناء، إذن تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش يتحدث عن الألغام الأرضية التي يزرعها الحوثيون، برأيك ما هو الجديد الذي يبرزه هذا التقرير في سياق أن الحوثيين ليسوا من الآن فقط زرعوا الألغام بل عملية مستمرة منذ فترة طويلة؟
التقرير كان غني كثير بالمعلومات، وكان تقرير مطول، تقرير منصف إلى حد كبير. ناهيك عن هذه التفاصيل، هيومن رايتس ووتش هي من إحدى المنظمات القلائل التي تتناول جرائم الحوثيين إلى جانب جرائم التحالف بقيادة السعودية والإمارات. فيما يخص الغام، وهي حرب أخرى دامية إلى جانب الحرب التي يقودها التحالف الحوثيين على اليمن، لا أحد يلتفت إلى الجريمة التي تحدث في كل مدينة وفي كل قرية في اليمن. التقرير أيضا كان منصف في أنه قال، وهذا ما لفتني كثيرا، أنه هذه الأرقام ليست بالضرورة هي الأرقام الصحيحة، الواقع أشد مرارة وأكثر مما نريده الآن. التقرير هو أورد عن لسان شهود عيان، أيضا عن ملاحظاتهم هم، لأنهم نزلوا إلى الميدان، لاحظوا كيف يتم انتزاع الغام بطريقة بدائية. عادة يذهب الضحية فيها هم الأشخاص أو الأشخاص الذي يقوموا بنزع الغام، عادة هم من يكونوا أول الضحايا. فبالتالي هذه إحدى الأخطار الجديدة التي رصدها التقرير ربما، هي ليست جديدة. إذا تذكرت يا وجيه، في الحلقة في حلقة سابقة للمساء اليمني كنا نتكلم عن طرق انتزاع هذه الألغام، وتحدثنا بأنه هناك طرق بدائية. من ينزل لانتزاع الألغام ليسوا مدربين بالدرجة الأولى، ثانيا ليسوا معدين الإعداد الصح، ليست هناك أي قواعد للسلامة، ليست هناك ملابس واقية ومناسبة لانتزاع هذه الألغام. هناك جملة من المخاطر تحف عملية نزع الألغام، وهذا ربما فيما يتعلق بمسؤولية الجهات التي تقوم يعني على عملية نزع الألغام. لكن إذا ما بقينا في منطقة أو في حدود ما يتعلق بالمسؤولية عن القيام بزراعة الألغام بشكل أساسي، من هم أبرز من رصدهم التقرير في هذا السياق؟ التقرير كان واضح، هو يعني لا غبار على هذا الموضوع، بأن الحوثيين هم من قاموا بزرع مئات الآلاف من الألغام. هم لم يذكروا مئات الآلاف، ولكن ذكروا آلاف الألغام، لكن ذكروا أن القوات الحكومية انتزعت أكثر من 300 ألف لغم، وهذا رقم مهم، لأنه في تقارير إعلامية كان أبرزها وكالة الأنباء الفرنسية تناولت في تقرير سابق بأن هناك 500 ألف لغم في اليمن. أنا لا أعرف كيف أوردت هذا الرقم، هذه المصادر المصادر، وهي يعني وكالة أنباء معروفة، يعني الوكالة الأنباء الفرنسية. بينما لو تحدثنا عن الألغام التي استلمها الحوثيين من مخازن علي عبد الله صالح، هي بمئات الآلاف، فما بالك من بعد 2014 قام الحوثيين بصناعة محلية للألغام، وكأن مئات الآلاف الألغام التي أخذوها من مخازن السلاح من علي عبد الله صالح كانت لا تكفي، فقاموا أيضا بعمل صناعة جديدة محلية، بالإضافة إن ابتكروا فيها أشياء جديدة. أورد التقرير شيء مهم كثير، بأن هذه الصناعة كانت تتم أيضا عليها تمويه للألغام التي كان يقوموا بصنعها. يعني كيف ذلك؟ يعني كان يصنعوها على شكل أحجار، يصنعوها على شكل جذوع الأشجار حتى يتم التمويه. يعني حتى البريء أو الإنسان المزارع البسيط المدني لا يستطيع أن يعرف. أي نعم، الشكل العادي المتعارف عليه للألغام هي الأقراص ذات الألوان الخضراء أو الحمراء، هناك الأنواع الصغيرة وأيضا التي تخبى تحت الأرض، يعني هذه التي تتحدثين عنها ربما تأتي على سطح الأرض أو في أماكن واضحة للعين، في الأخير ستنفجر يعني. لكن أنه أنت لما تعملها بطريقة جذع أو مثلا شجرة، أول من يتناولها هو الطفل، يعني أول من يتناولها هو المدني، أول من يتناولها أحيانا حتى المواشي. يعني فالفكرة هناك تفنن في القتل، لم يعد هناك فقط أنه دفاع أو أنها معركة بين فصيلين متحاربين، هناك تفنن في القتل، وهذا شيء مريع ذكره التقرير. وهذا الكلام كنا نقوله من فترات طويلة، بأنه الحوثي حتى يقوم بتفخيخ الجثث، يعني هناك من يأتي لأخذ الجثث. التقرير أورد معلومة خطيرة ومهمة، هو أن الإعلام الرسمي
الرسمي الحوثي يتناول الضحايا ضحايا الألغام بأنهم مرتزقة وبأنهم مرتزقة العدوان حسب تعبيرهم. لكن هذا يكشف في نقطة أنهم يعترفون بهذه العمليات. هم يعترفون في بأنهم في 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 أنهم في وضع المدافع عن نفسه وعن وطنه، فبالتالي من يقوم هذه الألغام تمت قامت بتصفية المرتزقة وقامت بتصفية العدو. محاولة تبرير لهذه الجريمة. نعم تبرير، أيوة، وفي نفس الوقت محاولة لكسب الإعلام الحربي لمجموعة من المتعاونين معه ومجموعة من المتعاطفين معه والمجموعة المؤمنة أيضا بأفكارهم المتطرفة. فبالتالي هذه النقطة التي أوردتها هيومن رايتس ووتش كانت كثير مهمة، وأنا أشدد على أن هذا التقرير مهم، على الرغم من أن الأرقام كانت أقل بكثير من الواقع إلا أنه أورد كثير من المعلومات غاية في الخطورة. طيب، يعني في هذا السياق دعينا نشارك معنا في الحوار المدير التنفيذي لمنظمة يمن بلا ألغام التي تنضم لنا عبر الهاتف من لندن، سيدة منى عواصة. أرحب بك سيدة عواصة. إذن في سياق تقرير، هذا التقرير الجديد لهيومن رايتس ووتش حول الألغام الأرضية التي تودي بالمدنيين، كيف تابعت التقرير؟ ما هي أبرز النقاط التي لفتت انتباهك فيه؟ مرحبا، أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. أكيد أكيد موضوع مهم جدا وبالغ الأهمية الراهن، لأنه يعني يمس حياة المواطنين بشكل رئيسي. اليمن الآن تمر بمنعطف حاد جدا ما يخص الحياة المدنية، اللي هي أولا هي المجاعر اللي تمر بها تلقائيا من انقطاع الإمدادات الغذائية وسبل الحياة، وأيضا لما تعاني زراعة الألغام الذي هو يهدد الحياة بشكل مباشر لا مجال للشك. نعم. طيب في يعني في هذا السياق، وأنا أسألك هنا سيدة هنا، أنت يعني تحدثت عن نقاط أبرزها التقرير في سياق ما يتعلق بكيف يتناول الحوثيون هذه الحوادث. التقرير تحدث على أن السلطات في صنعاء، هم خاطبوا السلطات في صنعاء وأبلغتهم السلطات في صنعاء أن اليمن موقع على اتفاقية حظر يعني زراعة الألغام الموقعة عام 1997. كيف يمكن فهم الأمر إذن؟ صحيح كلامك، لكن عندما قامت المنظمة بمخاطبة السلطات في صنعاء، السلطات الحوثيين في صنعاء، الحوثيين لم يقوموا بالرد، ولكنهم أكدوا في مخاطبة المنظمة للحوثيين أكدت عليهم بأن اليمن موقع في عام 98 على معاهدة حظر الألغام، ولكن الحوثيين لم يقوموا بالرد عليهم. هو كان فقط تذكير للحوثيين بأنه يجب الالتزام بهذه المعاهدة. يعني هو في سياق الحديث أبلغت السلطات في صنعاء العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون هيومن رايتس ووتش في أبريل نيسان 2017، ليس الآن، نعم، بأنها تعتبر معاهدة حظر الألغام لعام 1997 والتي صادق عليها اليمن في 1998 ملزمة. يعني في سياق حديث سابق هم يعني يعترفون بمسؤوليتهم وأنهم يجب ألا يعني يزرعوا هذه الألغام، لكن في مفارقة هم يتحدثون أيضا على أن يعني كما أبرزت قبل قليل أنه في وسائل الإعلام يتم الحديث عنها كإنجاز. هل يمكن بأي اعتبار وضعها في سياق إنجاز ما يحدث؟ بالتأكيد لا، يعني الألغام موجودة في مناطق ليست مناطق اشتباكات، هذا معروف وهذا ما رصدته كل التقارير، ليس التقرير فقط هيومن رايتس ووتش، على قلة التقارير التي تحدثت عن حجم الكارثة التي يقع فيها اليمن. تحدثنا سابقا بأنه إلى الآن المنظمات الدولية المتخصصة في نزع الألغام تتحدث بأنه أفغانستان وأوكرانيا ومنطقة ما بين الكويت وبغداد والعراق هي من أبرز المناطق المزروعة، واليمن كانت في ذيل القائمة. أعتقد أنه ليس هناك دراسات تتحدث عن اليمن بعد 2014، ولكننا لدينا أرقام عن الضحايا، وهنا الكارثة. عندما نعرف عدد الألغام عن طريق عدد الضحايا، يعني إلى متى ينتظر العالم وإلى متى تنتظر المنظمات التي تقتات على دماء الناس؟ لأن هناك منظمات
محلية ودولية تأخذ أموال من الأمم المتحدة ومن بعض الدول بمن فيها الدول المشاركة في العدوان لكي تقوم بنزع الألغام، منها منظمات قامت بأخذ أموال من مثلا من الإمارات والسعودية لنزع الألغام. أين هذه المنظمات المحلية؟ ماذا تقوم؟ لم نشاهد، نحن نرصد إعلاميا كل ما يتعلق فيما يخص الألغام إيمانا مننا بأننا أمام حرب شاملة على اليمنيين تحت الأرض وليست فوق الأرض. فوق لا الأرض أحد يعمل، لأن يعني هناك حديث على مثلا يعني أوردت هناك تقرير هناك منظمة عمل شحيحة وغيرها، يعني من هم يعني ما هو حجم، يعني هذه نقطة أخرى أيضا في سياق الحديث عن ذلك، ما هو قدر الاهتمام المحلي بالنسبة للمنظمات المحلية فيما يتعلق بموضوع نزع الألغام يعني بحسب اطلاعك؟ أغلبية المنظمات تقوم بعمل رصد أكثر من عملية نزع الألغام. عملية نزع الألغام هي عملية بالغة التعقيد ومكلفة جدا، تقوم بها مكتب نزع الألغام في عدن موجود، موجودة أيضا في مكتب نزع الألغام في مأرب موجودة أيضا، وأنت بلقيس هي غطت الخمسة الخبراء الذين كانوا يقوموا بعملهم وكيف أنهم توفوا قتلوا جميعا أثناء نزع الألغام. وهو أحد الضيوف الذين كانوا يظهرون معنا في هذا السياق، العميد الركن طاهر حميد رحمه الله كان يظهر معنا ويتحدث عن هذا الشيء، وفي نهاية المطاف قتل بلغم أرضي. وهذا ربما يعني في سياق عملية كيف يتعامل نازعو الألغام والجهات المعنية بنزع الألغام مع هذه العملية، هذا محور آخر سنؤخره قليلا. لكن دعيني أسأل السيدة منى حواصة فيما يتعلق بأن أنتم منظمة معنية بنزع الألغام، سيدة منى، يعني ما هي، ربما الناس ليس لديهم وعي كبير حول هذه المسألة ومخاطرها، ما هي مخاطر الألغام؟ ما هي أنواع الألغام التي تزرع في سياق التي تزرع في المناطق اليمنية تحديدا؟ بداية كلمة نحن معنيين بنزع الألغام كثيرة جدا، يعني لا يمكن أن نلتزم بهذا الجملة أو هذا التعبير لأنه هذه مهمة قضائية بحتة. نحن حاولنا إنشاء هذه المنظمة أن نسلط الضوء عالميا ودوليا لأهمية الأساسية وخطورة اليمن. واجهنا مشكلة وهي أنه هناك وعي لا خارجي، أرقام مخفية لا يحدث في أراضي اليمنية أرقام وزعتها من قبل الآن إحنا في للأسف أنا تخطى الأولى اللي هي التوعية والرصد. الرصد ليس كافي من خلال الأشخاص والأفراد في داخل اليمن لننقل هذه. طيب سيدة منى، هناك تقطع في الصوت، سنحاول الآن حل هذه الإشكالية وإعادة التواصل معك، أرجو أن تتفضلي يعني بالبقاء. سيدة هنا، يعني فيما يتعلق بحديث عن نقطة يعني مساحة انتشار هذه الألغام ومناطق توزيعها، ومسألة أن هناك يعني الداخلون لعملية نزع الألغام ليست لديهم خرائط، هل يعني إلى أي مدى تعتبر عملية زراعة الألغام بدون خرائط جريمة بجانب جريمة زراعة الألغام ذاتها؟ نعم، أحيانا تكون هناك ضرورة لبعض الدول بعمل هذه الألغام لكي تدافع عن نفسها فتقوم بزراعة ألغام في على الحدود، وهذا شيء منطقي، وأيضا تعمل له خرائط حتى إذا ما انتهت هذه الأزمة تقوم بتسليم الخرائط لأي منظمة لأي دولة لانتزاع تنتزع الألغام. ما حدث في اليمن للأسف من فترة حروب المناطق الوسطى في الثمانينات إلى 2014 تزايد الوضع بشكل كارثي بشكل لا يصدق. الآن الزرع يتم بطريقة عشوائية، وأصبحت زراعة الألغام وأيضا تصنيع الألغام الذي تم على بإشراف إيراني أصبح سهل جدا وغير مكلف بالنسبة لهم. الآن هذه الألغام دون خرائط، ولذلك نقول أنه ستكون عملية انتزاع هذه الألغام فيما توفرت الإرادة السياسية
والدولية والشعبية في انتزاع سيكون أمر مكلف أكثر مما لو كان هناك خرائط، سيكون أمر مكلف على المستوى البشري والمستوى المادي، ولكننا نستطيع أن نقلل التكلفة البشرية وهي الأهم إذا ما أسرعنا في عمل مسح لهذه الأماكن. واحد، اثنين بالتوعية، ثلاثة بتزويد حقيقي لمنظمات محلية حقيقية ليست كما تم فضح في كثير من كثير من المنظمات. المؤسف انها منظمات يمنية، منظمات يمنية تستلم تقتات على دماء ابناء شعبها، يعني على يعني هذا اللغم يهدد ابنائي واحفادي وابنائك واحفادك ومستقبل اليمن كامل. أنت يعني في الأخير هذه المنظمة التي تسرق مليون أو اثنين أو ثلاثة على حساب شعبها، يعني ما هي المتعة التي سيجنيها هؤلاء من الاتجار؟ أصبح الاتجار وصل إلى مرحلة لا تصدق. يعني نحن نتحدث عن الآن ليست ألغام فردية يذهب فيها ضحايا مدنيين فرادى، يعني الآن أصبح كنا نغطي من قبل أنه شخص قتل وشخص تم بتر أطرافه، الآن أصبحنا نقول أسرة بأكملها انفجر فيها لغم مضاد للدروع فذهبت الأسرة بأكملها، يعني أو أنه سيارة تقل 10 أو 15 شخصا انفجر فيها لغم وهكذا، يعني وذهب كل الأفراد. لكن في هذا السياق فيما يتعلق بهذه النقطة، ربما أيضا كما أبرز التقرير أن هناك باتت صعوبة للمنظمات الإنسانية في الوصول إلى السكان، المنظمات التي تعمل خارج نطاق نزع الألغام، منظمات عادية تريد إيصال مساعدات، هي غير قادرة الآن على الوصول إلى السكان في مناطق الاحتياج المستهدفة بسبب وجود الألغام وتخوفهم منها. صحيح. يعني إلى أي مدى يمثل هذا خطر بحسب متابعتك؟ الآن أي منطقة تكون مزروعة بالألغام هي منطقة ميتة بالتأكيد، لا يستطيع استثمار هذه الأرض في الزراعة، وأنت تعرف أن الشعب اليمني 70% منه مجتمع ريفي، لا يتم زراعة هذه المناطق، لا نستطيع أي أحد، وهذا الكلام صحيح ما أوردته المنظمة، بأنه حتى المنظمات الإغاثية التي تريد إغاثة بعض المناطق النائية لا تستطيع الوصول إليها، وحتى المناطق النائية لا تستطيع أن تذهب أو تنزح إلى مناطق أخرى لأنه يتم اصطيادهم عبر هذه الألغام. وهذا ما رصدناه في أكثر من فيلم أوردناه في الشبكة، كانت أبرزها عملنا قصص كثيرة كانت أبرزها دليلة التي كانت في طريقها إلى النزوح إلى من الريف إلى المدينة، كثير منهم انفجر بهم الألغام، حتى من يريد أن يفر من الموت نتيجة القصف يلقى الموت تحت الأرض. هي قصص بكل تأكيد كثيرة والمعاناة فيها كبيرة. في سياق ما ورد ربما في التقرير أيضا أن هناك يعني من يأتي إلى هذه المناطق ليعطي بعض التعليمات للناس والسكان هناك، لكن يتحدث السكان وربما أيضا بلهجة أوردها التقرير أن المواشي لا تعلم التعليمات هذه، غير قادرة على الوعي بهذه التعليمات. ما هي أوجه المعاناة الأخرى التي يعني من خلال القصص التي اطلعت عليها التي تبرز فيما يتعلق بالسكان وتعاملهم بالألغام وطريقة حياتهم في هذا الوضع؟ دعني أقول لك شيء، يعني كل ما سيقال لن يجدي نفعا ما لم يكن هناك إرادة سياسية في عمل ممرات آمنة للناس. تحدث التقرير أن هنا كان هناك ممر آمن واحد فقط يعرف به من ميليشيا الحوثي التي أوردت هذه المعلومة لأحد متعامل معها من أصحاب التحيتة في الحديدة. ما لم تقوم المنظمات الدولية والحكومة بشكل رئيسي بعمل ممرات آمنة للناس، وإلا الناس ستموت جوعا وظمأ ومرضا إلى جانب ما يتهددهم من الموت تحت التراب. فبالتالي كل ما سنتحدث عنه سيكون في آخر. دون هذه الممرات الآمنة تعلن أن هذه المناطق مناطق خطيرة. فيما يخص المواشي أنا أقول لك هذه أحد تبعات زراعة الألغام بالطريقة عشوائية، ولكنها تظل أخف الضرر في أن المواشي هي من تذهب ضحية هذه الألغام ولا أن يكون هم أبناءنا. هل تعلم أن عدد الإعاقات اليوم تسجل يوميا في اليمن؟ تعرف ماذا يعني أن هناك المعيلين والأطفال يتم تحويل جيل كامل من المعاقين؟
ما هي هذه التبعات؟ من سيتحمل هذه التبعات في السنين القادمة؟ سنكون نحن الدولة الأولى إذا ظلنا بهذه الطريقة الوكير. نعم سنكون الدولة الأولى في عدد المعاقين في العالم. أي كارثة تنتظر اليمن؟ هي أرقام ربما كثيرة وصعبة. في هذا السياق دعينا نشرك معنا في الحوار السيد أحمد بن شمسي مدير التواصل في منظمة Human Rights Watch عبر الهاتف من نيويورك. أرحب بك سيد بن شمسي. فيما يتعلق بتقريركم الخاص بزراعة الألغام، طالبتم مجلس الأمن وفريق الخبراء التابع له يعني باتخاذ إجراءات إن صح التعبير رادعة في هذا السياق. ما هي أبرز الرسائل التي توصلونها بهذا الخصوص؟ سقط الهاتف، إذن سنحاول إعادة التواصل معه. أورد التقرير هذه النقطة أسألك فيها سيدة هناء صالح، إلى الآن فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة تجاه من يزرع هذه الألغام في مناطق في اليمن بشكل عام، لم ترد أسماء بهذا الخصوص في تقارير مجلس الأمن، هل من سبب معين وراء ذلك برأيك؟ أورد التقرير بأنه الحوثيين بمن فيهم زعامات الحوثية أنه تم فرض عليهم عقوبات، ولم يتم فرض عقوبات مثلا على التحالف بقيادة السعودية والإمارات. لكن أنا أريد أن أقول أنه معاهدة حظر الألغام في 97 وقع عليها 156 دولة، أي نعم، ولكن ليس هناك عقوبات واضحة يقوم بها مجلس الأمن ضد الدول التي ما زالت تزرع وتصنع الألغام. هذا واحد. اثنين، لا أعرف ما هي الآليات التي ممكن أن يتم معاقبة أو إيقاف الحوثيين ميليشيا الحوثي في تصنيع الألغام. ما زال هناك تصنيع بشكل يومي، ما زال هناك تفنن في تصنيع أشكال جديدة من الألغام، وهذه هي أخطر من الألغام العادية لأنها تستهدف بشكل كبير المدنيين والأطفال بشكل بالتحديد. أول بالضبط. يعود إلينا السيد بن شمسي. أستاذ هناء أرحب بك مجددا. سيد أحمد بن شمسي مدير التواصل في Human Rights Watch عبر الهاتف من نيويورك، كنت سألتك حول ما هي أبرز الرسائل التي يريد إيصالها التقرير فيما يتعلق بوضع إجراءات رادعة لمن يقوم بعمليات زراعة الألغام وخاصة بلا خرائط في اليمن. يعني المعلومة الأساسية التي طلعت في تقريرنا هي أن القوات الحوثيين تستخدم بشكل واسع الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي رغم حظرها بموجب القانون الدولي. فلقد يعني وثقت منظمات أن الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار وكذلك الطرق قتلت على الأقل 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا منذ 2018، يعني وربما قتلت أكثر قبل ذلك. ليس فقط قتل المدنيين هو المشكل، بس كذلك الألغام تمنع الوصول إلى المزارع وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم، ومنعت الناس من الوصول من الحصاد حصاد الزراعي ومن جلب المياه النظيفة إلى المنطقة. يعني ليس فقط الخطر هو الموت من جراء الألغام، بل حتى الوصول إلى الموارد الطبيعية، وكل هذا يقع طبعا في مناخ يسوده الأزمة الإنسانية وأزمة الجوع وأزمة المرض المتفشي في اليمن. طيب في سياق الحديث عن هذا التقرير، أوردتم في التقرير أنه أكدت وسائل الإعلام العسكرية الحوثية استخدام قواتها للألغام الأرضية والألغام البحرية والحديث عن تباهي المواقع التابعة لهم بذلك. هل سهل ذلك لكم مسألة توجيه أو إلقاء اللوم أو الاتهام على الحوثيين فيما يتعلق يعني بالمسؤولية تجاه زراعة الألغام في هذه المناطق؟ طبعا، لأن المناطق التي تسببت فيها الألغام الأرضية في سقوط قتلى وجرحى كانت كل هذا سيطر عليها قوات الحوثيين سابقا، لذلك المسؤولية واضحة في هذا المجال. وجمعنا أدلة بأن بالإضافة إلى زرع الألغام المضادة للأفراد وهي محظورة بشكل واضح، قوات الحوثي زرعت كذلك ألغام مضادة للمركبات لكن في المناطق المدنية وبطريقة عشوائية. والألغام المضادة للمركبات معدلة
لكي تنفجر من وزن شخص. يعني ما الهدف من زراعة ألغام مضادة للمركبات إن كانت تم تعديلها واستهداف الأشخاص بها واستهداف المدنيين لأنها في مناطق مدنية، وناهيك عن الأجهزة المتفجرة المموهة في شكل صخور أو جذور للأشجار. يعني هناك استعمال واضح في أماكن كان يسيطر عليها الحوثيين لأسلحة محظورة في مناطق مدنية، وكل هذا يشكل انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب. طيب في هذا السياق ما هي الخطوات التالية بعد هذا التقرير لحفظ حقوق الضحايا، وأيضا ليس ذلك فقط لتجنيب الكثير من اليمنيين في هذه المناطق التي زرعت فيها الألغام ويلاتها؟ نحن يعني كمنظمة حقوقية دورنا أولا وقبل كل شيء هو يعني رصد الانتهاكات وتوثيقها، وهذا ما فعلناه في هذا التقرير، حيث يعني ذهبنا إلى الميدان وتحدثنا مع ضحايا ومع أشخاص هربوا من مناطق كانت يعني فيها ألغام كثيرة. ويعني بعد توثيق الانتهاكات المرحلة الثانية هي المناصرة لكي تتخذ جهات دولية مسؤولياتها، أولا على الحوثيين طبعا الكف فورا من استخدام هذه الأسلحة، وهذه نناديهم مباشرة، ومعاقبة القادة المسؤولين عن استخدامها، وكذلك نتوجه إلى فريق الخبراء تبع الأمم المتحدة وفريق خبراء مجلس الأمن كذلك، ونطلب منهم التحقيق في استخدام الحوثيين للألغام وتحديد المسؤولين، وأخيرا لمجلس الأمن للأمم المتحدة أن يفرض عقوبات محددة على الأفراد المسؤولين. هناك عقوبات فرضت على زعماء الحوثيين لكن ولم بالإشارة لم تتخذ خطوات ضد أعضاء التحالف، وكذلك يجب اتخاذ عقوبات في شأنهم لأنهم ارتكبوا الانتهاكات، لكن الآن نقول أن هناك يجب أن تكون عقوبات محددة على الأفراد المسؤولين في هذه الانتهاكات لأنهم يرتكبون. هل هم الحوثيون فقط؟ قوانين الحرب. نعم. هل هم الحوثيون فقط في اليمن من يزرع الألغام؟ يعني وثقنا نحن استعمال الألغام من طرف الحوثيين فقط، لكن هناك انتهاكات من الجهات من الجهتين طبعا، هناك عمليات قصف عشوائي من طرف التحالف، هناك عمليات قصف يعني أحياء آهلة بالمدنيين وحتى حفلات زفاف و يعني مدارس، والكثير من الجرائم الحرب ارتكبت من الطرفين ليس فقط من طرف الحوثيين، لكن فيما يخص استعمال الألغام فما استطعنا توثيقه هو يخص الحوثيين فقط. أشكرك سيد أحمد بن شمسي مدير التواصل بمنظمة Human Rights Watch، كنت معنا على الهاتف من نيويورك. قبل العودة إليك سيدة هناء أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مأرب العميد أمين العقيلي مدير مركز الوطني لمكافحة الألغام. أهلا بك سيد أمين معنا. في هذا السياق يعني عندما نتحدث عن زراعة الألغام وإزالة الألغام، ما هي الاستراتيجية التي تتبعها المراكز الوطنية في عمليات نزع الألغام؟ مساء الخير أستاذنا الكريم. بخصوص عملنا نحن حاليا في المركز التنفيذي لنزع الألغام في اليمن هو العمل بخطة طوارئ بحكم الظروف التي تعيشها بلادنا من الحرب، من الظروف الاقتصادية الصعبة، من الانتشار الذي حدث للألغام في مساحات واسعة جدا، جعلتنا في البرنامج الوطني نتخذ قرار العمل بخطة الطوارئ أو ما يسمونها بالاستجابة الطارئة التي تهدف إلى فتح الطرقات، إيصال المعونات للنازحين والقرى التي أصبحت محاصرة بالألغام، أيضا فتح الطرقات التي تؤدي إلى الخدمات التي تمس حياة المواطنون الأبرياء. الخطة التي نعمل عليها هي استجابة طارئة، اضطررنا لها بسبب الكثافة والانتشار الواسع الذي كانت هناك مساحات شاسعة لم نكن نتوقعها واجهناها في الميدان، الفرق التي تعمل في جميع المحافظات التي تضررت بالألغام وأصبحت أغلبها مناطق عالية التأثير، مناطق تضطرنا إلى أن يكون العمل بهذه الخطة الاستجابة الطارئة. طيب فيما يتعلق بعمليات نزع الألغام، هل للمركز علاقة فيها؟
نعم، البرنامج الوطني هو معني بصورة مباشرة نزع الألغام من جميع المناطق التي لا يدور فيها الصراع وبعيدة عن مناطق الحرب. الألغام التي زرعت بأشكال وبأحجام وبأشكال مغرية ومموهة في جميع المناطق، فالبرنامج الوطني هو معني بالعمل بها والتعامل معها ونزعها وتطهيرها. هناك أيضا فرق هندسية تابعة للجيش الوطني أيضا تعمل مشكورة، أيضا هناك فرق أيضا من قبل التحالف العربي أيضا تقوم بنزع الألغام في أغلب المناطق المتضررة من الألغام. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد العقيلي. فيما يتعلق أستاذة هناء، وأعود إليك والمعذرة على الإطالة بطبيعة الحال، في هذا السياق يعني يتحدث السيد العقيلي على أن المركز معني في نزع الألغام في المناطق بعيدة عن الصراع. يبدو أن الإشكالية التي نراها الآن، هل هذه الإشكالية التي ما يتعلق بأن نزع الألغام يتم عبر أفراد غير مؤهلين أو مدربين، هل هذه الإشكالية فقط في المناطق التي فيها صراع لا تصل لها هذه المراكز، أم أن هذه إشكالية معممة على كافة المناطق بحسب متابعتك؟ هي أولا أريد أن أعقب على السؤال الذي طرحته للأستاذ من نيويورك بأنه من يزرع، هل الحوثيين فقط من يزرعون الألغام؟ أنا أقول من يحكم الأرض هو من يزرع الألغام الأرضية. التحالف هو يحكم السماء، فهو يقصف من السماء والأرض يزرعها الحوثيين بالألغام، وهكذا تم تبادل الأدوار على الشعب اليمني فيما يخص هذا النقطة، حبيت أن أركز عليها. اثنين، فيما يخص أنه طريقة نزع الألغام هي للأمانة لها تاريخ مرير من أيام علي عبد الله صالح عندما كان يسرق المعونات التي كانت تقدم من الأمم المتحدة، وكان لا يتم صرفها على المركز الوطني لنزع الألغام، وكانت الأموال تذهب لبعض المستفيدين ولا يتم نزع الألغام. فبالتالي ما تم توقيعه من قبل سلطات علي عبد الله صالح في تلك الفترة مع منظمات الأمم المتحدة لم يتم تنفيذه، هذا أولا. ثانيا، فيما يخص 2014 في بعد زرع مئات الآلاف من الألغام، لم تكن هناك أي يعني جهة تقوم بشكل يومي بنزع هذه الألغام، ولن يكون هناك جهة قادرة على مواجهة مئات الآلاف من الألغام. هناك المركز الوطني لنزع الألغام في عدن وفي مأرب، ولكن هذه المراكز ليست مؤهلة وليست مدعومة بالشكل الكافي، والدليل الأوضح على ذلك هو مثل ما ذكرنا مقتل واستشهاد 5 من عمال المركز الوطني لنزع الألغام. هؤلاء لم يكونوا يموتوا إذا حتى لو انفجر بهم اللغم، ما لم يكونوا في وضع يلبسوا فيها الملابس الآمنة، في وضع كانوا يحتاطون بكل وسائل السلامة المصاحبة لمراحل نزع الألغام، فكان هذا دليلا كافيا. طيب دعينا نسأل في هذه النقطة العميد من العقيلة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الكافية عند عمليات نزع الألغام، وهناك الكثير من الصور التي، وهناك انتقاد من قبل المنظمات الدولية لآلية نزع الألغام في مناطق زراعتها، ومن يقوم بنزع هذه الألغام يتواجد حوله مدنيون وأطفال أيضا، ما هو الموقف من هذا سيادة العميد؟ البرنامج الوطني في عملية النزع والتطهير للمناطق الملغومة والمتأثرة بالألغام مثل ما ذكرت لك في بداية المقابلة، نحن نعمل بخطة طوارئ، بخطة تجعلنا نضطر أحيانا إلى نقل الفريق التطهير لأكثر من مكان لإنقاذ حياة المواطنون في جميع المناطق ذات التأثير العالي. الحوثيين هم من تسببوا بكارثة الألغام في جميع المناطق التي وصلوا إليها وزرعوها بكثافة كبيرة جدا وبأنواع وبأشكال مختلفة جدا. الدعم الذي يعني أحيانا قد يكون هو سبب
في عدم أن الفرق تعمل بمعايير دقيقة جدا هي الظروف التي تعيشها بلادنا. الصورة التي ذكرت أو التي نزلت في التقرير لهيومن رايتس ووتش لم نتأكد من الشخص الذي كان يقوم بنزع اللغم حتى هذه اللحظة، حتى نأكد بأنه هل هو يتبع البرنامج الوطني أو يتبع هندسة الجيش. في الأول والأخير من يقوم في هذا المجال هم يبذلون جهود جبارة، جهود كبيرة جدا، أرى أنه يتم شكرهم عليها. نعم الظروف التي نمر عليها، لو كانت لدينا فرق كبيرة جدا ممكن أن نقوم بعملية النزع والتطهير، أي منطقة يتم اكتشاف لغم فيها تظل الفرق تعمل فيها حتى يتم تطهيرها بالكامل، ولكن أحيانا عندما نضطر إلى نقل الفريق بعد أن يقوم بفتح الطرقات، بعد أن يقوم بتأمين عودة النازحين، بعد أن يقوم بتأمين الطرقات التي تؤدي إلى إيصال المعونات الإغاثية إلى المحتاجين إليها وعودة النازحين. أستاذنا الكريم، الألغام زرعت في المدارس، الألغام زرعت في جميع المناطق التي تخطر على بالك أو قد لا تخطر على بالك. هناك ما يعني في هذا السياق سيادة العميد يجب التوضيح ان الجهود العاملين في مجال زرع في مجال نزع الألغام سيادة العميد في بعض الفرق الموجودة لدينا سيادة العميد، يعني هو يجب الإشارة في هذا السياق إلى أن جهود العاملين هي بكل تأكيد مشكورة، وهذا أمر جليل ما يقومون فيه، لكن هو الحديث عن ضرورة إعطائهم التدريب الكافي قبل النزول إلى الميدان، وهذه مسؤولية المنظمات أو الجهات المديرة لهذه العملية، وكذلك في سياق عمل الاحتياطات اللازمة للسكان هناك أثناء عملية نزع الألغام. أما الجهود هي بكل تأكيد جهود تشكر، وهي جهود يستحقون عليها كل التقدير لأنها تضحية بطبيعة الحال. لكن في سياق الحديث عن مناطق زراعة الألغام، هل لديكم خرائط لهذه المناطق التي تزرع فيها؟ ما هي يعني ما هو حجم الإمكانات المتوفر لديكم أيضا لعمليات نزع الألغام؟ ما هي الاحتياجات؟ أولا بخصوص المناطق الملغومة، نحن إلى يومنا هذا لم نحصل على خريطة واحدة توضح لنا الأماكن التي زرعت فيها الألغام. كما هو معروف بأن الخرائط التي يتم زراعة الألغام بموجبها تكون الخريطة تحمل إحداثيات بداية الحقل ونهاية الحقل، عدد الألغام المزروعة، طريقة الزراعة، أنواع الألغام التي زرعت، فتكون هناك معلومات دقيقة تسهل علينا عملية النزع والتطهير، قد ربما تختصر الفترة. إذا كان المنطقة تحتاج إلى شهر ممكن بالخرائط تنزع هذه المنطقة خلال 3 إلى 4 أيام. التدريب الذي ذكرته أنت وذكر أيضا في تقرير هيومن رايتس ووتش هو التدريب بعد ظهور ألغام أصبحت تعمل بتقنيات حديثة جدا، ألغام تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ألغام تعمل بالريموت كنترول، عبوات ناسفة تعمل أيضا بواسطة الأشعة تحت الحمراء وبواسطة العمل الارتجالي والعمل بأدوات كهربائية بسيطة جدا يكون فيها كثير من التكتيك الهندسي الخبيث الذي يؤدي إلى حياة المدنيين، وأحيانا قد يقع فيها المهندسون إذا لم يكونوا على مستوى عالي من التدريب بعد دخول هذه التقنية للأسف في هذا المجال الإنساني. أشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقة مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام العميد أمين العقيلي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. بعودة إليك سيدة هنا صالح، إلى أي مدى تجدين أن التوعية بموضوع انتشار الألغام وكذا عمليات نزع الألغام أو مستوى التدريب والتأهيل للعاملين متوفر، وما هي الخطوات الواجبة في هذا السياق؟ نعم، احنا نرجع الى المربع الاول انه يجب ان تقوم السلطات اليمنية بواجبها في هذا المجال. انا احب ان اؤكد للضيف العزيز من مأرب يعني تقديرنا الكامل، يعني من يقوم بنزع الألغام في هذه الفترة في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل هذه الإمكانات الشحيحة، بلا شك بأنهم أبطال حقيقيون، يعني يجب أن يخلدوا هؤلاء كأبطال حقيقيون قاموا
كانوا في طريقهم إلى إنقاذ اليمن وماتوا وهم في هذه الطريق، من مات منهم يعني. وأتمنى السلامة للبقية، ولذلك يعني تناولكم اليوم في هذا الموضوع أعتقد أنه من باب الحرص على هذه المجموعة التي تقوم بنزع الألغام، بالحرص عليهم يعني حرصا على سلامتهم، وليس انتقادا لهم بأنهم يقوموا بنزع الألغام بدون الاحتياطات اللازمة، وربما توجيه للمسؤولية لمن لا يعطيهم الإجراءات الاحترازية الكافية بالضبط في هذا يعني. فهم لا يلاموا بالتأكيد، ولكن كان حرصا وحبا وتقديرا مننا يعني. هذا أولا. ثانيا، تسليط الضوء يعني على هذه المجموعة التي تقوم بالتضحية بحياتها من أجل الآخرين، نقول أنه نحن حياتك أيضا غالية علينا، لا نتمنى أن تقتل في أول مرحلة تقوم بنزع الألغام، نتمنى أن تقوم بهذا العمل البطولي وتعود إلى عائلتك سالما يعني. هذه أولا. ثانيا، نحن نرجع إلى موضوع بأنه هذه الكارثة تحتاج إلى تضافر الجهود كاملا، ابتداء من التسليط الإعلامي، وهذا ما تقوم به بعض القنوات المحلية مشكورة، ولكن تظل القنوات المحلية تتحدث إلى الداخل. نحن نحتاج بشكل أكبر ومكثف إلى التحدث إلى الخارج. نتمنى أن يكون هناك مجموعة من المنظمات اليمنية بالمقام الأول أن تكون منصفة إلى بحد كبير، وأن تتناول هذا الموضوع وتضعه في أول أولوياتها. صنع السلام الذي يتحدثون عنه يبدأ أولا من الداخل، يبدأ أولا من الأرض اليمنية، من تصفية الأرض اليمنية من الموت القابع في كل قرية وفي كل عزلة يترصد الأبناء والأطفال والنساء وأيضا المدنيين. أشكرك جزيل الشكر سيدة هنا صالح، رئيسة شبكة بلقيس رايتس، على تواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.